هذه الأيام أيام العمرة الرجبية وآية لها فضل عند الله. الناس في كثير من البلاد يتعبون يحاولون بشق الأنفس وكثير منهم ما يتمكنون، تبقى هذه الحسرة في قلوبهم أنه في عمرهم مرة يرحون للعمرة. في الأحاديث إن العمرة الرجبية تلي الحج في الفضل، يعني الحج قد إلى ثواب، العمرة الرجبية لها ما يتلو ذلك الثواب. فمن الجدير بالمؤمنين أن يحاولوا أن يذهبوا إلى هذه العمرة، أو يحاولوا أن يذهبوا إلى زيارة الإمام الرضا صلوات الله عليه ويعزونه باستشهاده والده.